السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررت نقدم لكم هذا الخبر العاجل من ألمانيا. الشرطة عثرت على ملايين الأفلام والصور الإباحية للأطفال، أعمارهم تبدأ من شهر واحد فقط إلى 14 سنة. فسلام جميع، مرحبا بكم. دائما تنسمعوا الغرب يقول ويغني على حماية الطفولة وأنه عنده قوانين مشددة. اليوم نقرأ خبر في الذي أصبح ليس اليوم ولكن البارحة أظن نشر، قال مما يحتوي: عثرت الشرطة الألمانية على أقراص صلبة لدى أحد الأشخاص المشتبه بهم في استغلال الأطفال، تحتوي على ملايين الصور والأفلام الإباحية لأطفال تبدأ أعمارهم من شهر واحد فقط. وكان المتهم الرئيسي في هذه الكارثة يعمل في مجال الرعاية ويقدم نفسه كجليس للأطفال ويبحث عن ضحاياه عبر الإنترنت. الانترنت يا ناس، راه كاين واحد المكان سميتو الدارك ويب. الدارك ويب هو مكان غير مقنن، وباش تدخل ليه تتولي اي بي ديالك ما بيناش. يعني الناس اللي تقوموا بهذا النوع ديال الجرائم تتبادلوا الصور والفيديوهات، وممكن يطلبوا كاع شي واحد يقوم لهم بهذه الافعال. تتكون في الدارك ويب. حذو ولادكم، الكمبيوتر أصبح أخطر بكثير من ولدك يخرج للشارع. وأعرب وزير الداخلية الألماني عن صدمته من بعض المشاهد التي رآها، وقال إنه يشعر بالرعب والفزع بعد رؤية الأطفال يصرخون وينزفون أثناء الاغتصاب. وقال وزير الداخلية: اعتدى الجنات على الأطفال الرضع بأبشع الطرق، واغتصبوهم وعذبوهم ثم صوروا الجريمة في مقاطع فيديو تزيد أحيانا عن 30 أو 40 دقيقة يعاني خلالها الأطفال. وقال المدعي العام الألماني إن هذه الواقعة تؤكد انتشار الاعتداءات الجنسية على الأطفال في مجتمعنا، وما رأيته صدمني حتى النخاع. وبحسب تقرير الذي نشرته الصحيفة الألمانية، فإن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرضوا أيضا للاغتصاب من قبل الأشخاص الذين يفترض أن يقدموا لهم الرعاية. ويحسب الإحصائيات الحكومية فإن 49 طفلا يتعرضون للإيذاء والاعتداء الجنسي يوميا في ألمانيا. ماذا سأقول؟ يعني هذا شيء محرج للإنسانية، ماشي غير ألمانيا، ومؤسف. تنحسوا بالألم، لأن الأطفال لا يجب أيا كانوا يمروا من شي حاجة بحال هكا. ولكن هذه واحد الفرصة لينا حنا، لأننا حنا ابتعدنا على الدين ديالنا، مبقيناش نعلمو ولادنا الدين كما يجب، ولينا تنتساهلوا حيت ولينا خايفين اننا ما نتقبلوش في العالم وراء الغرب. هي نتيجة الغرب. بعض الناس غيقول لك هادشي علاش ما كاينش في الدول العربية الإسلامية. نعم هو موجود، ولكن ليس بهذه الحدة. في أوروبا إنه ولا موجود بحدة، وذلك بسبب الانحلال. احنا شفنا المثليين والأفكار المثلية أصبحت مفروضة في المجتمع، أصبح عيبا ومشكلة أنك تقول لا، أنا لا أقبل هذه الطريق. حتى أنهم بعض الدول الأوروبية أصبحوا يدمجون هذه الأفكار، وأصبح ممنوع أنك تقول أن الأولاد ديالك ما يدرسوش ولا ما يتعرفوش على هذه الأفكار. وهناك إثارة جنسية في جميع المجالات، في جميع المجالات. تخرج للطوبيس تلقى صور إباحية، في الإشهارات فيها صور إباحية غير مقبولة. في أي بلازا تشري
قرعة الماء ولات فيها صورة ديال المرأة، علاش؟ فين غاديين بينا؟ وأرجع لواحد الفكرة تانية، الانترنت. الانترنت اكبر حاجة خطيرة عندنا في البيت دابا، ودابا كاينين اماكن وكاين المعلومة متاحة، ولادك يقدروا يدخلوا للدارك ويب اللي ما فيهاش اي تقنين، يقدروا يتواصلوا مع اي نوع ديال الانسان. ولكن بزاف المعاملات الغير قانونية في الدارك ويب او ما يسمى بالانترنت المظلم. يا اخواني يا اخوات، والله خصنا نحذو الولاد ديالنا ونوعيو انفسنا ونعرفوا راسنا معاش مع شنو هما الاليات اللي تنتعاملوا معاهم. راه ما بقاتش هاد الامور بسيطه، وهاد السيد راه كان خدام هو اصلا في مجال ديال الاطفال، واللي سمعت من مصادر اخرى ان هناك شبكه في ألمانيا لقاو فيها أكثر من 3400 شخص اللي هما تيتواجدوا في الدارك ويب، اللي تيقوموا بهذا النوع ديال الجرائم، يعني تيشتريوا الصور والفيديوهات من غير الناس اللي تقدموا هاد الخدمات، هما اللي تيوجدوا الفيديو، هما اللي تياخدوا الصورة. وأن بعض الأشخاص من الطلبيات ديالهم أن ليس فقط الاعتداء الجنسي، ولكن يكون اعتداء جنسي وتنحية، يقتل الطفل بعد ما يساليه هو باغي يتفرج على فيديو بحال هكاك، تيطلبو وتخلصو بالبيتكوين. البيتكوين حيت ما يمكنش الناس يتبعوها شكون وهادي. ف اللي بغيت نقول أن الانترنت هي كان فيها أخطار، ولكن دارك ويب هي أخطر بكثير، لأنها مكان ما فيهش قانون، ما فيهش حماية. فحمي وليداتكم، حمي راسكم، عرفوا أن الانترنت راه ماشي مكان سهل كمة الناس يسحبوهم، راه غير افتراضي، راه تقدر يأثر لك على الواقع ويوصلك شي بلاصة خطيرة. فنسأل الله السلام للجميع، والله يحمي جميع أطفال العالم، وكل واحد منا راه مسؤول على وليداته، والله يصلح الجميع. إن شاء الله ممكن نفتح بث نتكلموا في هذا الموضوع، وكيفاش يعني أفكاركم، شنو تظنوا، شنو هي التفاعل ديالكم مع هذا الموضوع بصفة عامة. إن شاء الله غنحاول نحلو من دابا شوية إذا سمحت لي الظروف، فأنا سأعلنها في المنتدى إذا كنت سأفتح البث.